كي قلتي باب فناير تقريبا خوتي وكبرنا اونصامبل وكنعرفوا بعضياتنا وكنعيش معاهم زعما ملي كنبغي نشتغل الكليب كنعيش من الاول المشروع. بالنسبه لنورا تلاقيتها في هذا المشروع، انا شخصيا ما كنتش كنعرفها بزاف، بزاف المغاربه عرفوها في الفيديو ديال اللي دارت على غزالي. ما كنت كنسمع واحد المغربيه في الهند، ولكن بون كما كتسمع بزاف ديال المغاربه هذا في امريكان هذا في لوس انجلوس، دونك ما قلتش انه راه كاين واحد الصدى كبير ولا شي حاجه. انا غادي نتصدم في نورا ملي غادي نمشي للهند، لحقاش فريمون اون فري ستار تما، كتحظى بواحد الشعبيه كبيره، الناس كيقدروها على سورتي من كل ريستورون، كاينين لي باباراتزي كيتسناوها، دونك سي اون فري ستار. شنو اللي نقدر نقول لك تعلمت منها؟ تعلمت منها واحد الانرجي كبير اللي تبارك الله فيها، بوغ لاج ديالها اللي ماشي كبير بزاف تبارك الله، هذيك الانرجي انكرويابل، قليل فين كتشوفها في دي زارتيست. شابه اللي مغامره، فهذا المشروع هذا ديال الكليب هي اللي نتجاتو من مالها الخاص، وخدات التحدي ديال انها تغني، ما عندهاش لي ليميت في حياتها. سي كلكان اللي زعما من فكره صغيره ما كيحبسش ديك الساعه، كيزعم وكيكمل ويفا جوسكو بو. انا كنت من بعد الاغنيه فمرحله ديال الكليب انا اللي كنت اون كونتاكت معها بزاف، لا في التحضير لا من بعد في لا بوست برودكسيون مونتاج، وهذا كانت ديما واقفه على شغلها. بعض المرات كانت كتكون عندها دي شو في تايلاند ولا في سريلانكا ولا هذا، اي كنكون كنهضر معها فريمون كلكو مينوت افون لو شو، دونك متبعه شغلها 100%. وكي قلت لك هاد الانرجي هادي قليل اللي تلقاها عنده. الا كنت نقدر نتعلم من ورا شي حاجه فهادشي هذا.